عسلامة ومرحبا بكم على قناة طيب الحيش على يوتيوب. اليوم جبنا لكم عرض باش نعملوا فيه دورة من الأول حتى الآخر. نحن موجودين في الحمامات، احنا في قلب المنطقة السياحية، ودار متاعنا فيها أكثر من 7 غرف، يعني ما بين استوديو مستقل، وما بين الغرف اللي متوزعين ما بين الطابق الأرضي والطابق الأول. فيها بيسين كبيرة على الآخر وجردة، ودايرة بها الخضار من شريعة الكوليكا. واللي أهم من هذا الكوليكا اللي احنا نبعدوا حكاية 100 متر على الشط، يعني ماشي على ساقين. المساحة متاعها الجملية 1659 متر مربع، وسومها 4.5 مليون دينار. هذه كيف معروضة للكراء بسعر في الأسبوع 7500 دينار. نجموا تعملوا لي ريزيرفاسيون، طرحوا لكم النمرو لهنا، تكلموا مدام إيناس أتو مومو إذا كان انتريسي باللوكاسيون. إذا كان انتريسي بالأشاء زاد كيف هذا النمرو نجمو نتواصلوا به مع الشخص المكلف بتسويق هذا العقار. مرسي انفينيمو، ونتابعوا الفيديو مع بعض. أكيد شدكم المنظر بتاع الانترو، باش نحاولوا نعملوا دورة في المساحة الخارجية كيف ما سنسكم في العادة. باش نحاول نفسر لكم الدار ديسبوزيسيون بتاع المساحة الخارجية الكوليكا. عنا لهنا البور دونتري، يعني المدخل الرئيسي للبيت للفيلا. نلقاو الباب اللي ندخلوا منه هذايا، دونك هذايا المدخل الرئيسي متاع الدار. فما كيف عندنا مدخل السيارة. هاو باش نمشيو نعملوا طلة، أما جوز حبيت نوريكم الدار وال والمنظر متاعها والمنظر متاع المدخل. نلقاو ممشى لهنا لونتور متاع في اللونتور كامل في الدورة كاملة اللي دايرة بالدار الكل على الجردة. ممشى يعني تبا اوبليجي باش تعدى في التراب ولا حاجة. الدنيا الكوليكا مريقلة ومنظمة. عندنا مدخل السيارة من هنا. الله عينك بابا. دونك عندنا مدخل السيارة من هنا، تكفينا باش ندخلوا يكون 4 ولا 5 سيارات. عندنا لهنا مدخل خاص يطلعنا للطابق الأول، وكيف نلقاو دروج أخرى في الجهة الأخرى يهبطنا للسوسول. نسيت ما قلت لكمش في الانترو اللي راهو في تحت الدار هذيا فما كاف مساحته تقريبا 120 متر مربع. فيه زاد حمام، وفيه بيت دوش، وفيه لوكال تكنيك اللي فيه المستلزمات بتاع الصيانة بتاع المسبح وكل شيء. كما شفتوا في الانترو عندنا مسبح خشين برشا، باش نمشيو نعملوا عليه طلة. دونك هذا مدخل السيارة. وعندنا لهنا فين الباب هذايا ابار الكراج نلقاو فما استوديو هذا. يعني إذا كان أنت داخل بكهربتك وكل شيء عندك لهنا فما باب الكوجينة باش تدخل منهم أمورك وكل شيء. عن هذا باب استوديو في الشارع هذي، نلقاو هكا فما جاي استوديو جاي بالطول. وعندنا مع الكوجينة هنا في المدخل فما زوج استوديوات، لا مو استوديوات استغفر الله، فما لهنا بيت حمام، والهنا فما كوجينة للتراس هذايا. التراس من هنا ينجم يتغطى بتاتر إذا كان تحبوا تغطيوه. ومن هنا نلقاو زادا فما باب يعقبنا على الجردة اللي موجود فيها المسبح. تراس واسع من هنا. احنا تويكا في الربيع قاعدين نحضروا لسيزون، دونك دار قاعدة تحضر للكراء خاطر تتكري في الفترات الصيفية في لي فاكونس. دار محبوبة برشا، يجيوها من البلايص الكوليكا بحكم منطقتها بجنب الوتلة وبجنب البحر، يعني كل شيء مرتاح فيها كيكسوها العيشة وإلا العطل.
دونك رجعنا من هنا، هذا المدخل الرئيسي اللي قلت لكم مازلنا ما نمش نعملوا طلع على دار تويكا من داخل. نحب نوريكم بقيه الجرده في الجهه الاخرى. نلقاو شبابك الكوليكا يطل عليهم النوار كي تحل الجرده، جار وخضار، يعني عندها روح مزيانه الدار، روح خفيفه على الاخر. عندنا دوزيام بورت لهنا نلقاو موجود. بتاتر اذا كان عندك اون فات ولا حاجه في دارك، دخول وخروج يكون اسهل. عندنا بير موجود لهنا، برشا اشجار وبرشا خضار. هذه الدار نتاعنا والباك يارد اللي نسميوها. نلقاو شجرة زيتون كبار، الخضار داير بالدار الكليكة. وهذايا المسبح نتاعنا اللي نلقاوه يحل على الصالون نتاعي وعلى التراس اللي كنا نشوفو فيه من بكري. ما شاء الله. نخلات وزيتونات عطين مود زين برشا للدار. نقول هنا كوان دو باربيكيو، فما اسباس دو ستوراج، وعندنا لهنا فور ابوا. ما شاء الله. النخلات هذوما فريمون روعة المنظر اللي يعطيوه. هذا الباب اللي كنا نشوف فيه من بكري. عندنا لارجومون دي سباس هنا تاع قعدات تاع الصيف، برشا ظل. وبيان سور الحاجة الوحيدة اللي ما نجموش تحصلوا عليها في الفيديو اللي هي النسمة ترد الروح. دونك هذوما كوليك شبابك والبيبان هذوما يعقبوا من الصالة ومن الليفينغ. على فكرة في المنطقة هذه التراب سومو حوالي ما بين 2000-1800 دينار. هذا سوم التراب في اللي في البلايس هذه. دونك كي تجي تحسب الفالور متاع الدار 1650 دينار، بون تبدا تتقابل بعضها، يعني حق ترابك هو خاطر كي تعمل استيماسيون تطلع الدار متكلفت لك يمكن 500000 دينار يعني. دونك حتى 4.5 مليون دينار راهي سيتوين بون افير بالنسبه لحد يخمم في انفستيسمون. دونك هذا هو. انا الياسمينه مغطي البلاصه هذيا الكل، جيماجين في الصيف تخرجك الريحه نتاعها وتخلق امبيونس تفرح المخ. هنا كرموسه زاده كيف كيف ما شاء الله، تفرجوا ديجا تنتج الكرموس لك حلب كبيرة.
بيه هكا حويجه في الدار ترد الروح. نورات زاده كيف كيف مزيانين. وبهذا نكونوا انهينا الجوله خارج في المنطقه الخارجيه نتاع الفيلا نتاعنا اليوم، وباش نتوجهوا ديريكتومون ونعملوا طله على الفيلا من داخل. نتوكل على ربي ونمشيو نعملوا طله في الفيلا نتاعنا اليوم ونشوفوها من داخل. عنا لهنا في لونطري نلقاو طاولة هكايا وميروار نتاع تفقيد هكا وانتي كي تبدا خارج. عنا لهنا مباشرة نلقاو في المدخل تاع الصالون نلقاو سالا مونجي في الشيرة هذيا. وهذاك فما باب فما سال دو بان، وعلي هكايا في الباب الاخر بجنبو نلقاو كوجينا، وفما الباب اللي هبطنا للسوسول. قاو بيت تور لهنا، عنا شوميني فريمون هاذي أول مرة نشوف ستيل كيف ما هكا تاع شوميني. ديزاين مزيان برشا، سسبوندو جاية وحدها، ثريات وديكوراسيون مزيانين برشا. وعندنا صالون واسع بالكدا بالكدا، يعمل يمكن فيه تقريبا 150 وحده، 150 متر مربع، مع العلم انه المساحة المغطاة الكليكا فما تقريبا 500 متر مربع. هذا الصالون تاعنا كيف ما قلت لكم فما اطلالة مزيانة برشا على الخضار من شبابك، وأمبيونس مزيانة برشا. عنا لهنا هذايا الشباك كيف كيف يحل على البيسين، على التراس اللي فيه بيسين كنا نشوف فيه الياسمينة كنا نشوف فيه بكري شوية. فما بيرو صغير لهنا، صالون هكا مضخم واسع مرتاح على الاخر. عنا كلوار لهنا يهزنا لبقية غرف نتاعنا، باش نمشيولو مع بعضنا. قبل ما نمشيولو باش نعملو طلعة، فما سال دو بان لهنا، معناها سال دو بان دانفيتي لهنا نلقاوها في الريتشوسي تحل على سالون ديريكتومون. ولهنا كان تفكرو بكري فما البلكونة صغيرة معها باب، هذاك الباب تنجم تدخل منو ان ديبو، معناها بطريقة مستقلة يعني للطابق الأول اللي نلقاو فيه بقية الغرف تاع النوم اللي باش نمشيو نشوفوهم بعد شويه. هنا الباب هذا هبطنا للسوسول. سوسول كيف ما قلت لكم نلقاو فيه حمام، نلقاو فيه حمام، حمام عربي كيما نتاعنا، ان بان مور، وفيه سال دو بان وفيه لوكال تكنيك. عندنا شامبر هنا مزيانة برشا واسعة، هما توا يستغلوا فيها دونك بيت قعاد، بيت قعاد عاملينها مضخمة بالكدا، فيها باب يعقبنا ديريكتومون على التراس والبيسين وين كنا بكري شوية. هذا الباب نتاعها شفناهم بكري. في بالكم الرخام هذا من اغلى انواع الرخام اللي تو موجودين في السوق، يعني متروه يوصل حتى ل 220 دينار. قبل الوقت اللي كان يتباع دونك كان يتباع ارخص من تو برشا. رخام تاليا غالي برشا تو، من اغلى الماركات اللي موجودين في السوق.
دونك هذه البيت نتاعنا، هذه البيت نتاعنا. نلقاو لهنا الكولوار، جهزنا البلوك مي نتاع الريتشوسي، عندنا لهنا التابل ديجيتال فيها كاميرا فيديو فون، وعندنا الكوجينه من هنا نلقاها مباشره على اليسار ديريكت. كوجينه مودرن مضخمه بيان ايكيبي، فيها لو نيسيسير الكوليكا، دونك نلقاو فور ميكروموند، هنا ماكينه نتاع قهوه، فما لهنا بلاصه نتاع ماشينه لافي بيوندري، كيف كيف زاد فيه الباب هذا اللي عقبنا على تراس تيليني، تراس اللي كنا فيه وين مجبرين الحوايج، وفما هاك التراس الواسع هذاك اللي شفناه من الاول بالكل. نرجع طول الكولوار، نلقاو لهنا على اليمين ديريكتومون نلقاو فما بيت نوم صغيرة، شامبر دونفون فيها الدريسينغ نتاعها، ديكوراسيون مزيانة كيف كيفاه، شباك يحل على جردة في البارتي تيلانية والبيسين. وعندنا تبيكة الماستر بادروم اللي نلقاوها ديريكتومون على اليمين، بيت نوم واسعة بالكدا بالكدا، فيها شباك كبير يحل، زوج شبابك يحلو على البيسين والجاردة، فيها دريسينغ نتاعها، وهذه الإطلالة نتاعنا في الشيرة الأخرى. يعني اللي يحب يعمل ترانسفورماسيون بتاتر يزيد دوبل فيتراج بلاصة الشباك، لأن تحل تولي تخرج تعقب على الجردة، تعطي أريحية وكونفور أكثر للبيت. يعني شفت فهيدة تولي تحل تخرج على البيسين ديريكتومون. هنا عندنا دريسينغ هذايا تابع لشومبا كوشي، وعندنا تواليت نلقاها على تواليت دوش نلقاها نلقاها على اليسار، فيها دوش ايطاليان، الكابينة نتاعو. دونك هذا هو. وعنا ماسف بيدروم فيها جاكوزي، دي بلاكار مزيانين برشا، دي فاسك دوبل، وكونفور هي برشا موجود في الماستر بيدروم هذايا. بهذا نكونوا انهينا الجولة في الطابق هذايا، ونمشيو مع بعضنا نعملوا طلة على البرومي تاج بقيت البلوك نوي. إذا كنت حاب تشوف فيلات أخرين كيف ما هكا للكري وللفوند أو ميم تون، تنحط لكم في آخر الفيديو. دونك تبع الفيديو الآخر تطلع لك على الإكران الفيديوهات الأخرين اللي سيميلير للبروبريتي هذيا، باش نجم تاخذ فكره وتعمل كومباريزون كامله. دونك هذايا فما نلقاو دروج واسع لهنا يعطينا ديريكتومون على باسيو لنا، فما ان دوزيام سالون، فما ان دوزيام سالون لهنا يحل بالتراس نتاعو، يحل على الجردة والبيسين مشيره الاخرى. يعني في فيو ديجاجي بالكدا بالكدا، يعني مرتاح وتنجم تقعد فيه تسهر فيه، بيسكو هنا في البارتي هذه في البريمي ايتاج
ابار سالون هذا اللي عنا نلقاو فما كوجينه زادها اش نعمل عليها طلع سالون واسع ما شاء الله دونك نلقاو لهنا فما كويزين وفما سال دو بان لكن فيهم تويكا فيهم فيهم الحوايج نتاع الدار يعني خاطر كي يكريوها في الصيف يسكروا بارتي ويحطوا فيها الحاجات الخاصة يعني باش يقعدوا محفوظين هذه البيت الأخرى اللي موجودة في الطابق الأول مع إطلالة رائعة على الخضار سال دو فان زادا كيف كيف واسعة بالكدا بالكدا بينوار وعنا اون شومبغ كوشي وحدة أخرى ما شاء الله البيت هذايا تحل على الياسمينة اللي فوق التراس اللي كنا نشوف فيه كاو اذا كان جديد معنا في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس باش كل اسبوع نجيبو لكم عروض مزيانة نتفرجوا فيها الناس الكل مع بعضنا تو خليكم هنا على الفيديو تلقى يطلعوا لك الفيديوهات اللي قلت لكم عليهم انصحكم تشوفوهم اذا كنت تفرجوا في حاجه سيميلير كيف ما هذه قلت لكم حاجات يشبهوا لها ميرسي انفينيمون ونشوفكم في الفيديو الجاي.